بارت بي من السؤال يقول write a class call manage queue have a method called split queue that divide a queue Q1 into two queues Q2 and Q3 by copy the element of Q1 alternatedly يعني واحد وترك in Q2 and 3 تمام. أعطانا مثال إن هاي الكيو تمام هاي الميثود بيكون نوعيته بوليان. بعدين قال لي write a main method in this class to create Q1 and Q2 and Q3 of type ArrayQueue and add some element in Q1 by calling method offer of the class. Do not add any element in Q2 and Q3. يبيهم empty Q2 Q3 so they are empty. Call a method split queue and print all three queues by calling the print method added in the class queue. تمام مثل ما تشوفون واحد وترك. خلنا نفهم الفكرة أول شيء وعقب نسوي هالميثود كلش سهل. هاي اللي مسوي السؤال يبغيكم تعرفون شغلة ان شلون تستغلون الكيو. مثل ما تعرفون بيكون سيركلر ولكن عشان الفهم احنا نبغي نخلي بهالطريقة. إذن شلون نقدر نستغل ان هاي يروح هني وهاي يروح حق اللي تحت. طريقة سهلة وبسيطة. الفكرة وين؟ الفكرة ان هني وين صاير؟ صاير فرونت. تمام هاي صار فرونت اوكي. فالفرونت اذا انا ابي يعني اتخلص منه شو اسوي له؟ اسوي له بول اطرده فيطرد لي الفرونت فيروح الفرونت يصير حق مين؟ حق الثاني. زين انا ابي استلمه هنا شو اسوي له؟ اسوي له اوفر. اقول له اوفر زين واستلم القيمة ابي استلم العشرة. تمام لان في البول نوعيته شنو مثل ما شفنا لان في البول نوعية لان في البول يرجع لي نفس الالمنت دايركت فاقدر استغل هالنقطة بيكون اختصار. تمام خلينا نشوف شلون خلينا نسوي الفكرة ونشوف شلون نقدر نسويها. طبعا بنحتاج لوب هو قال في ميثود. على فكرة الكلاسات اللي بس ميثود واحد الميثود نفسه يكون في الكونستركتور دايركت ولكن هو ما طلب منها هالشيء طلب نسوي سبلت ميثود فاحنا بنسوي سبلت ميثود ونوعيته بوليان. فقال لي public بوليان هل بيستلم شيء؟ بيستلم ثلاثة اشياء. بيستلم خلينا نقول Q1 و Q2 و Q3 تمام. انا حاليا بس عشان اشيل الايرور بخلي فولس هني شلون بنستغل هاي؟ مثل ما نعرف لازم ذلين يكونون empty. نقدر نحط if condition ان ذلين يكونون empty ولكن انا برايي بخليها حق بعدين. بنكتب while. ليش while؟ لان نبي نحط شيء شرطي ما يشتغل بالهاي. في طريقة ثانية نسويها في وايد طرق ثانية نقدر نسويها. نقدر نسويها بالإتيتيتور نقدر نسويها كذي ولكن اسهل طريقه هاي بعدين خلينا نسويها بالايتيتور. فمثلا نقول هنا while Q1 متى لازم يوقف؟ اذا empty. تمام فوقت اللي يعطيني هنا false مفترض يوقف اللوب. تمام فعشان نعكس العمليه لان ليش اذا اعطى اذا empty إذا false ما بيشتغل اللوب صح؟ إذا أعطاني false ما بيشتغل فلازم أعكسه.
الوايل شلون هني؟ هني اذا عندي ترو يشتغل، اوكي. فعلشان اعكس انا هني العمليه، فشنو اخليه علامه تعجب؟ لان شنو الحين اذا هو مو امتي بيعطيني كل فولس فولس، اذا هو مو امتي كله بيعطيني فولس فولس فولس، ففولس ما بيشتغل لي الوايل، فاحتاج اعكسه، خلي هني علامه تعجب يعكس لي، اذا فولس بصير ترو. ليه ما يصير ترو؟ زين، فبينعكس بصير فول، بيوقف اللوب. تمام، هاي اول خطوه. خلينا نحط بريسي، بيكون كذا سطر، وايل، وهني مثلا شنو بنقول له؟ اسهل طريقه قلنا بنستخدم الاوفر، فشنو بنخلي واحد وترك، يعني شنو Q2 او هني كابيتال سميتهم، اوكي خلنا بخليهم كابيتال. زين Q2 اوفر، علشان نختصر ما نسوي لنا فيريبل، فشنو نقدر نخلي دايركت الاوبجكت موجود هني، فشنو بنقول له P1 دوت شنو بول، لان ليش هو ردي يرجع القيمة اللي يشيلها. تمام، فصار هني، هاي اول واحدة ضفناه. الحين بنضيف الثاني اللي هو Q3، نفس الطريقة offer Q1 دوت بول. تمام، كل مرة بيطردهم بيروح هنا كتبت بيك غلط، بول، لان ليش احنا نحتاج كل مرة انه يطرد انه ياخذ الفرونت والفرونت يتغير، فمن كذي بيك ما ينفعنا، بول، لانه بياخذ الفاريبل بيطرده، الهيد الفرونت بيتغير وبيكمل كذي الى نهاية الهاي. ولكن اذا شغلنا البرنامج على هالشكل بيعطينا ايرور. ليش؟ خلوا اقول لكم، شوف هني هاي الديتا. تمام، انا هني مرة اخذ اروح حق المرة الثانية، هني اخذ اروح حق مرة ثانية وكذي. اذا خذيته هني وقبل ما اروح حق الثانية صار امتي، بيعطيني ايرور، صح؟ فعلشان ما يطيح في هالايرور شنو اسوي؟ احط لي هني اف كونديشن. زين، نفس الشغلة اللي فوق اسويها كوبي، واخليها تمام بهالطريقه بيشتغل. اذن نسبح حق الميثود، شنو نحتاج نرجع ليه؟ انا اشوف ان شنو، مدام ذلين بيكونون امتي، بيونلي امتي، فلازم احط هني شنو يكون هني عكس، يعني مفترض يطلع من الميثود مو امتي. تمام، وهاي مفترض يطلع امتي، فنقدر نسوي الكونديشن مالنا بهالطريقه. Q1 is empty، اوكي، ونخلي and، لان ليش ما نقدر نحط false وtrue؟ مفترض نخلي شيء يشيك، يعني هل الشيء اللي سويته استوى او لا. زين، وبعد شنو هني بقول له not q، خليته capital، Q2 is empty، المفترض ما يكون empty يوم يطلع، وهني Q3.empty، وبعد لازم يكون not empty. تمام، خلينا نجرب الميثود مالنا، بنسوي بعد Q، وطبعا ما نبغي ياخذ شيء في الكونستراكتر لان نبغي يكون امتي، وهني نغير اسمه الى 3. تمام، وخلنا نحط القيم نفس ما موجود في السؤال، خلينا نفس القيم. الحين نحتاج النادي سبلت، ولكن اول شيء لازم نسوي اوبجكت حق المانج كيو، خلنا نسميه ام كيو مثلا،
دوت سبلت ونخلي داخل الكيوز خلينا نشوف هل شنو بيعطيني هل true or false فخلنا نشيل الميثود ونخليه داخل system.out عشان اعرف شغلة ثانية ابي اسوي print حق كل واحدة فيهم خلنا نشغل البرنامج اول واحدة صارت already شنو empty ثاني واحدة هالقيم اللي فيها تمام نفس السؤال خلنا نشوف السؤال نفس القيم بالضبط تمام فكذي قدرنا نستغل الميثود خلنا نحاول نغير الميثود الى طريقة editor خلنا نشوف شلون نقدر نسويها هني دايركت اوريدي بستخدم اتيتور خلا بسميه مثلا first queue object بس عشان يعني ما تتخربطون وهني بخلي ما بخلي نيو بخلي شنو q1.editor اوكي في اللوب هني في الوايل شنو بحط بحط لي qObject.hasNext وهني في الاوفر من مكان اخلي له بول شنو بسوي بقول له qObject.next تمام ونفس هالكود بسوي له كوبي هني وهني اقدر اغير اخلي الاف مالتي شنو يساوي هاي تمام بس هني احتاج شنو ان از امتي اخليها بعد نوت علشان ما يعطيني فولس لان ما قاعد يصير له بول فما بيكون امتي فخلى الحين نروح ونشيك البرنامج هل ضبط ويانا او لا فمثل ما تشوفون بالضبط نفس النتيجة اعطاني وهني ترو فهاي طريقتين ان تقدرون تحلون يا بهالطريقة بالاتيتور او تقدرون تحلون بالطريقة العادية تمام